بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. خلاص احنا تعودنا على الجو الخريفي المعتدل اللي فيه نسمة سقعة كده شوية الصبح وبالليل، فيعني حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة وإيه كمان المناطق اللي هيكون فيها فرص سقوط للأمطار. بالفعل يمكن احنا الاجواء الخريفيه بدانا نشهدها منذ عده ايام في معظم محافظات الجمهوريه، ويمكن مساء امس كمان شفنا تساقط الامطار اللي كان متفاوت الشده من محافظه للثانيه، وكانت احيانا امطار رعديه في بعض المحافظات وخاصه في محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، لكن مجمل الامطار كلها كانت امطار خفيفه. اليوم متوقع استمرار تاثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا بعض السحب العليا اللي هتحفز جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هتساعد على احساسنا بالاجواء الخريفيه وانخفاض درجات الحراره، وتعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 30 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي فترة النهار احساسي بالطقس واحساسي بالجو هيكون طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وايضا محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على المحافظات اللي موجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده فترات النهار وتحديدا بيكون في فترة الظهيرة فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل، طبعا تبدأ درجات الحرارة تنخفض، لكن بنحس بالانخفاض اكثر في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. بالفعل بدانا نحس بالبروده في فترات الليل متاخر او فتره الصباح الباكر. اجواء فتره الليل في اول ساعات الليل بتكون لطيفه، لكن في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر اجواء لطيفه تماما. بالنسبه لفرص سقوط الامطار، يمكن الامطار مستمره من امس حتى الساعات الاولى من صباح اليوم على بعض المحافظات، ومتوقع استمرار فرص سقوط الامطار على فترات متقطعه من اليوم، وهتكون امطار خفيفه على بعض الاماكن من القاهره الكبرى او بعض الاماكن من جنوب سيناء، بعض الاماكن كمان من المحافظات الموجوده في جنوب الوجه البحري. امطار ما بين خفيفه الى متوسطه احيانا، او ممكن تبقى متوسطه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه الشرقيه او سواحلنا الشماليه ككل، شمال الوجه البحري، مدن القناه، خليج السويس، بعض المناطق كمان من شمال سيناء وشمال الصعيد. الامطار كلها تمتد الى اخرها محافظات شمال الصعيد باذن الله، وهتكون على فترات متقطعه من اليوم. بالنسبه لنشاط الرياح اللي موجود معانا، هو نشاط بالرياح. هو بالنسبه للرياح انا كنت عايزه اسال حضرتك، لان يعني حسيت امبارح شويه انها كانت محمله بالرمال والاتربه، ده فعلا كان متوافر النهارده ولا هيكون الجو كده رياح خفيفه؟ لا، هي هتبقى رياح بسيطه جدا وخفيفه في بعض الاماكن، هنحس بيها مع فترات المساء وساعات الليل، هتساعد بشكل كبير على زياده الاحساس اكثر بانخفاض درجات الحراره وتلطيف الاجواء، غير محمله باي اتربه ورمال مثاره. ويمكن كمان متوقعين استمرار الاجواء الخريفيه دي ان شاء الله حتى نهايه هذا الاسبوع، استمرار انخفاض درجات الحراره. معدل درجات الحراره ما بين 30 ل 29 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى. فرص الامطار متوقع غدا ان هي تقل وتكون يعني امطار خفيفه على بعض المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري، وطبعا الشبوره المائيه ما زالت هي الظاهره الجويه اللي بتاثر علينا فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه ممكن تكون كثيفه احيانا في بعض الاماكن، يعني بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. فمهم جدا، هننصح كل الساده المشاهدين لازم تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع تكون الشبوره المائيه. لازم كمان ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل جيد فتره الصباح الباكر، او لو احنا بنرجع من اشغالنا في ساعات الليل المتاخر عشان انخفاض درجات الحراره. خاصه اولادنا اللي رايحين المدارس الصبح بدري لازم يبقى معاهم جاكيت خفيف كده علشان الجو هيبقى بارد شويه الصبح.
بالفعل هي فترات الصباح الباكر وفتره الليل متاخر درجات الحراره بدات تنخفض، بدانا نحس بالبروده، فهنبدا نلبس قطعه ملابس اضافيه للاطفال وهم رايحين المدارس الصبح، قطعه ملابس اضافيه خفيفه، وطبعا لو احنا بنرجع من اشغالنا في ساعات الليل متاخر يكون معانا جاكيت خفيف. وناخد بالنا كمان مهم جدا في الخريف بقى، دايما احنا بنقول لازم نتابع نشرات الجويه، لان فصل الخريف بيحصل فيه تقلبات جويه حاده وسريعه، وكمان بيحصل فيه تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني، فمهم جدا المتابعه اليوميه والمستمره للنشرات. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه فعلا اليوميه معانا بشكل مستمر دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 30 الصغرى 22، العاصمه الاداريه 30 22، الاسكندريه 27 22، العلمين الجديد 27 22، مطروح 26 20، دمياط 28 22، بورسعيد 28-23، إسماعيلية 31-20، السويس 30-21، العريش 28-22، كاترين 26-16، طابة 31-24، حلايب 32-26، شلاتين 35-25، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-25، الفيوم 31-21، بني سويف 31-21، الوادي الجديد 37-22، أسيوط 32-20، سوهاج 34-21، قنا 38-23، الأقصر 39-24، وأخيراً أسوان 41-25. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن بنأكد مرة تانية على الشبورة المائية الصبح بدري، نخلي بالنا واحنا سايقين، وكمان إن احنا نرتدي يعني جاكيت خفيف كده في الساعات الصباح الأولى والساعات المتأخرة من الليل، علشان الجو هيبقى فيه نسبة برودة. هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا.